هذه الحلقة ال 12 من هورايزن زيرو داون. شنو المهمة؟ قالت اذهب إلى قصر الشمس. شنو هي؟ خريطة قصر الشمس هنا. ديروا انتقال سريع. عندي انتقال سريع. ديروا مهارات شو. اذهب إلى قصر الشمس. أوه رائع. أوه هذا لطيف. أنا قال لك شنو؟ تحدث إلى ملك الشمس أباد. وين الكلب؟ إيلوي، ماذا أتى بك إلى مريديان؟ تهديد. إن هيلس يقود فيلقا من جنود الكسوف، سيهجمون قريبا من الغرب بجيش من روبوتات الحرب القديمة، لكنه ليس الأسوأ. سيأتي عقل معهم، ملهم عفريت روبوت كما تريد التسمية، يدعى حادث، وهو لا يريد ميريديان مطلقا، بل يريد البرج. وإن وصل هناك سيوقد بندائه المزيد من الروبوتات القديمة، أكثر مما يمكننا هزيمته، وسنضيع. لن نسمح بحدوث هذا. أحاول التفهم، لكن مسؤوليتي هي ميريديان. ميريديان ليست الهدف يا أفاد. عليك الدفاع عن البرج. ربما الفانغارد يا صاحب السطوع. أجل، أرسلهم إلى البرج. إن إيرندي يعرف إلوية. واطلب من حرس المدينة تدعيم المضيق الجبلي.
يمكنهم تولي حماية ميريديان والمضطرم حيث البرج. الآن سيستغرق تجهيز دفاعاتنا وقتاً. أرجوك أخبريني ما تعرفينه عن أعدائنا، كل شيء. أنا لا أعرف كل شيء، لكن سأخبرك بما لدي. تحدث إلى مارتن با هذا يأتي بالغرض. انتشار الذعر في المدينة سيزيد أعداءنا. وابقني على اطلاع بكل وصول جديد. إيلوي، جار إقامة الدفاعات على المضيق والبرج. أعلمنا كل أرجاء مملكة الشمس، وعرض حلفاؤنا السلاح. البعض جاء لميريديان وآخرون للبقايا، لكن الكثيرون جاءوا لأجلك. من أجلي؟ لا تكوني بهذا التواضع. لا شيء سنفعله سوى انتظار الهجوم. بالضبط، لا يروقني هذا الشعور، لكن مستطلعين أبلغنا أنهم لم يلحظوا تحركات في الغرب. إذن إن كان لديك ما تفعلينه فاستغلي الوقت في إنجازه. لو متفرغة فلقد قمت بإعداد شقة أوليندل فيرسون لك. نامي هناك إن واتك النوم. لن تسقط ميريديان، لقد غربت الشمس لأننا علمنا أنه ستتم حمايته. ترك السلاح قبل المعركة الأخيرة. دورو راجعت كل اختياري، يعني كل هذه هي اختياري. بينما أنا بحاجة، أنا أتمنى بحاجة تكون أنا خليت تركض شوي بعدين. أنا وين عندي؟ أي ما تجدين منها أحضريه إلى البوابة. هل تفرغت للحديث في أمور الأرقاء؟ هجوم آخر على المدينة؟ ماذا فعلنا لنستحق هذا؟ يقولون إن الكارزة تدخل. اهتموا، دعوا الجنود يقومون بعملهم. شقة أولين تبدو فارغة. هل أنام؟ هل تركت عملا لم أنجزه؟ نرد ديركت. كيف تمكنت من النوم يا إليزابيث بحمل كهذا على عاتقك؟ كيف نمت يا راست بعدما فقدت عائلتك؟ سايلنس، أنت هناك؟ لا يجدر طلب النصح من الأشباح. سيدتي، توجد إشارات من الغرب. ملك الشمس ينتظر في معبد الشمس.
هل نيران المخيم تجذب القوة في مسيرة لبوابات المدينة؟ هذا ليس دخان حطب. إذن ما هذا؟ النهاية أو البداية عموماً. هل تقصد جالب الموت؟ الأسلحة احملوها الآن. نفذوا أوامرها بحق الشمس. مشحونة بالذخيرة. استعدوا لإطلاق النيران. هل ستعطلها النيران؟ سنكتشف ذلك. اضرب الخرائط. انتهى امرك. حيدث هو الثاني. الظل المدفون سينقذني. لا يمكن ان اراها. اذهب الى المرتبة. وش صلقت في الوقت؟ كيف هذا؟ مش وقت تصلق. Thank you.
ماتوا، ضربوه مات. كذب كل شيء. Thank you.
مش عارف تضرب. جاي الوحيد فيها. ارفع الأفواج ارفع ارجع لطيف حمار حمار زي فاطمة
إيلوي 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 إيلوي. تيب، بحق الأم العظيمة نجوت، ظننتك قتلت. البقية هل هم؟ لا لا، جرحوا ولكن أحياء. فجرت الروبوتات الطريق ومضت، انطلقوا للبرج يجرون ذلك الشيء معهم. أعتني بالآخرين يا تيب، يجب أن أذهب. اتبع أثار الدمار. بدأ حدث الإرسال. كرة لفهمز مجدورة. النورا فانغارد إيرند، سأصعد هناك. خلاص، هنا تكون نهاية الحلقة 12 من ذلك.